إذن هذه هي اللقطات الخاصة بمباراة مولودية قسنطينة أو شباب قسنطينة ومولودية الجزائر، المباراة التي انتهت بالتعادل كريم، صفر أو هدف لهدف، وهذه هي أهم اللقطات التي شاهدناها في هذه المباراة. المباراة كانت قوية وعرفت تسجيل هدفا أولا لشباب قسنطينة ثم جاء هدف التعادل. كيف كانت الأهداف؟ هذا هو سيناريو بونديس، يسجل الهدف الأول بالنسبة لشباب قسنطينة، وفرحة كبيرة وعودة بولمديس للتهديف كريم، ويبقى نقطة قوة بالنسبة لفريق شباب قسنطينة. بعدها أيضا فريق مولودية الجزائر عاد في النتيجة بفضل هذا اللاعب قائد الفريق، وهو عبد الرحمن حشود الذي أنقذ في الكثير من المرات نادي مولودية الجزائر ونقاط أكثر من ثمانية.